ضماناً لجودة الأشغال والالتزام بالمعايير التقنية، أجرى وزير السكن والعمران والمدينة زيارة عمل وتفقد إلى ملعب علي عمار بالدويرة، أين ترأس اجتماعاً انضم كل من مكتب الدراسات ومؤسسة الهيئة الوطنية لرقابة التقنية للبناء ومدير التجهيزات العمومية. وبعد متابعة العرض الخاص بأشغال الملعب وقراءة تقرير المتضمن جميع الأشغال المنتهية وتلك التي توشك على الانتهاء، وهذا إثر أعمال الشغب التي عرفها الملعب مؤخراً، تم التطرق لعدة محاور منها التجارب الميدانية لمختلف الأنظمة المتضررة جراء ما عرفه الملعب من أضرار. الوزير أكد على المواصلة في الأشغال وإعداد تقرير نهائي عن جاهزية الملعب مباشرة بعد استكمال كل ما تبقى من أشغال.